ينضم إلينا من إسطنبول عبد الإله بن ثامر الملحم شيخ قبيلة المنابهة السورية. أهلا بك شيخ بن ثامر، نريد أن نعرف في البداية منك موقفا حول ما يحدث في سوريا. أهلا أهلا أختي، حياك الله. والله ما يحدث بسوريا لا شك هي ثورة قام فيها أبناء الشعب السوري، لا يحمل أجندات خارجية، بل يحمل في طياتها الحرية والكرامة والوحدة الوطنية والعيش الكريم. طيب، هذا يعني باختصار ما يحدث في سوريا بالنسبة ل طيب أنت عشيرتكم أين وأخواننا الثوار؟ نعم، يعني أين وجود عشيرتكم في سوريا، في أي مناطق؟ هل في درعا، في المناطق التي الآن متأثرة بوجود الجيش السوري نحن فيها؟ أختي نحن نقطن كعشيرة في محافظة حمص، ولا شك لنا جزء كبير في لبنان وفي كثير من الدول العربية، ولكن مقرنا في مدينة محافظة حمص طبعا. طيب، يعني وبهذا هل تعتبر أن عشيرتك بأكملها تقف مع المتظاهرين والمحتجين؟ أولا ليس عشيرتي فقط، أنا أتيت وأحمل معي رسالة من العشائر السورية، وقد يكون السواد الأعظم منهم الشرفاء، بأن أنقل رسالة لهذا المؤتمر على وقوفهم بجانب الشعب المضطهد المسلوب حقه وكرامته منذ 5 عقود. وهل شيوخ العشائر الأخرى في البلاد يتسقون أو يتفقون معك بهذا التوجه، أم أن بعضهم يناصر توجه الحكومة؟ والله يا أختي الكريمة لا شك يوجد من يناصر النظام، ولكن أنا أتكلم عن الشرفاء من أبناء العشائر. وأنت تعتقد يعني الآخرين الذين لا شيوخا وأفرادا طبعا، نعم شيوخا وأفرادا الذين لا يناصرون المظاهرات، يعني هل هناك وصف لهم بعدم النزاهة كما تقول أنت تناصر الشرفاء، لكن ماذا عن الجزء الآخر الذي يناصر النظام، بماذا تصفه؟ لا أختي، الذين بعض الشيوخ العشائر الذين يقفون مع النظام قد يكون لهم رؤية حول بطش وديكتاتورية وظلم هذا النظام، فهم يحرصون على أن يحفظوا كرامة عشائرهم وأعراضهم وأملاكهم، فأتصور من هذا المنطلق انجرفوا في هذا التيار. لكن أيضا الحكومة السورية تقول بأنها اضطرت إلى الدخول إلى مناطق درعا وجبلة ودوما بسبب وجود إرهابيين وبسبب مناشدات الأهالي للجيش السوري بالدخول لهذه المناطق، ماذا تقول في ذلك؟ سوريا لا يوجد فيها إرهابيين، يوجد فيها أبنائها الأحرار، لم يوجد بينهم مندسين كما يدعون، والأفلام الذي انطلقت من الإذاعة السورية وتنقل بعض الأخبار الكاذبة حول وجود مندسين وإرهابيين ومد خارجي لهذه الثورة، فنحن نرفض هذا جملة وتفصيلا. طيب، حيث أنت في إسطنبول، يعني نحن نعلم أن هناك مؤتمر، لكن هل تصف لنا ما هي فعاليات هذا المؤتمر، ما هي النتيجة التي يريدون الوصول إليها، ويعني ما سبب مشاركتكم فيه؟ أنا أولا أختي أكرر، أتيت أنقل رسالة من العشائر السورية لتأكيد وقوفهم خلف الثورة ومع أبناء الوطن. وأما المؤتمر لم نأتي للحوار وللتشاور، بل للعمل الجاد الفعلي ونقل رسالة إلى العالم الآخر، إلى جامعة الدول العربية، إلى الدول العربية الأخرى، إلى تركيا المستضيفة لهذا المؤتمر، إلى العالم الغربي، إلى لا شك جمعيات حقوق الإنسان في 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 كافة أنحاء العالم. لكن يعني هذه الرسالة ما فحواها، يعني فحواها نصرة الشعب، فحواها
فحواها نصرة الشعب المظلوم المسلوب حريتها وكرامته منذ أكثر من 5 عقود، ألا وهو الشعب السوري. عبد الإله بن ثامر الملحم، شيخ قبيلة المنابهة السورية، شكرا لك، تحدثت لنا من إسطنبول.